السلام عليكم، معكم رشيد عيسوس من مدينة الصداد. درنا هذه الوقفة احتجاجية اليوم نظرا للقرار اللي خرجت به الحكومة، وما نكذبش عليك هذا القرار يعني كان صادم بزاف القطاع كله، يعني ماشي اوركسترا ولا نقافات، يعني قطاع الحفلات الاعراس كلهم. وهاد كورونا يعني كدور دور دور كتجي اي قرار كيمشي للقطاع، وحنا الغريب في الامر وهو هذا القطاع يعني من اوركسترات بحكم انا اوركسترا، يعني المشكل اللي لقيناه هما العرابن، يعني انا شاد تقريبا واحد 22 عربون ولا 21 عربون، يعني اليوم عاد تخاصمت مع واحد دابا اعطيني 1000 درهم عربون قال كرد عليا، يعني خمسه ولا سته 5000 درهم يعني راه ما كاينش. والعيد يعني العيد والله ما عيدنا، يعني كنتحدى اي فنان ولا اي واحد في القطاع يعني يعيد على خاطره، يعني نتحدى انا اي واحد يجي يقول لي رانا فرحت مع وليداتي ولادي. ما كاينش هذا القرار جا كصاعق الفنانه ولا النقافات ولا اصحاب تريتورا ولا اصحاب الهزه ولا كاميرامان، وكنطلبوا من سيدنا، احنا الامل هو سيدنا، الله ينصر سيدنا، كنطلبوا من جلالة الملك ياخذ شي قرار يعطيونا حتى حنا. اي قطاع خداو 50%، اي قطاع في الدوله عطاوهم 50% الا قطاع الحفلات والاعراس، حتى حنا بغينا واحد 50% اللي حتى حنا نخدموا به ونديروا. حنا يلاه كنا كنتمناو 98 نحيدوا على الكريدي ونحركوا شويه الامور هذه. كاين الاكثريه ديال الاخوان كلشي تسلف باش خدا الماتيريال باش غيخدم، يعني وجيتوا حتى الشهر اللي غنخدموا فيه يعني شهر 98 يعني ماشي ذبحتونا راه قتلتونا، لا اله الا الله وصافي. كنطلبوا من سيدنا الله ينصر سيدنا، الامل الوحيد هو يدخل جلاله الملك يعطينا واحد النسبه حنا ويعطيونا خير 50%، نطلبوا الحكومه ترخصنا غير 50% وننشطوا العمل ديالنا وشكرا. السلام عليكم، تحيه لكل النظار الكرام، معكم اوركسترا كرام الملقب ولد غنو من مدينه سطات. بلا انفعال بلا والو، السيد رئيس الحكومه داكشي اللي درتي راه مزيان، سد علينا صيفط لينا ما ناكلو، الله يرحم لك الوالدين، ما صيفطتي لنا حتى حاجه، راه ولادنا قربوا يدخلوا للمدرسه، راه العيد دينا الريالات ما عرفت. الله يجازيك بخير الا ما عطينا باتساع، عسد وعطينا باتساع، سير بحالك سير بحالك، الله وسير الله يعاون. قول لنا انت اش غنديروا معاهم، عطينا الحلات حتى الله يرحم لك الوالدين، الناس اللي شادين عندهم العرابين اش غنديروا معاهم؟ ها تبانت لك على راس، ما بانوا لك قهاوي، ما بانوا لك سواق، ما بانوا لك مسابيح، ما بانوا لك طوبيسات، بانوا لك على راس. ها الله يجازيكم بخير، حنا كناجدوا الناس المسؤولين، الناس اللي مسؤولين يديروا فينا، شوفوا من حالنا ويشوفوا الحال كي داير. لا اله الا الله، راه محمد رسول الله، خصكم الانسان تعرفوا اش كديروا، اما تسد حتى تضرب له 100000 حساب. حيط قصير. حيط قصير، حنا اللي جايين نقصنا ولا. الله يخليكم، حنا ممولين الحفلات في مدينه سطات وفي المغرب كافه. اودي هاد الناس راهم جاعوا، هاد الناس راهم باعوا حوايجهم، حنا راه حنا بعنا ديورنا وشردنا وليداتنا، راه عيب وعار، راه حنا صبرنا بزاف، راه حشومه عليكم، راكم حليتوا لينا واحد شي شويه، فتحتوا لينا الباب. ولكن عاود سديتوه، علاش؟ علاش غادي تسدوا علينا؟ الناس يلاه بدات تخلص كريديتها شي شويه، يلاه بدات كتمعش، تجي ثاني اليوم تسد علياش، بغيت تصيفطونا للحبس، بغيتونا نديروا الفتنه، راه عيب وعار، راه حشومه عليكم، الله يخليكم الا ما ديروا لنا حل، ديروا لنا حل، هذا الشيء راه ماشي راه بزاف علينا حنا، راه ماشي حنا هما القطاع الوحيد اللي فيه كورونا، كورونا راه كاينه في جميع القطاعات، ديروا لنا حل كما درتوا لجميع القطاعات، وحنا مستعدين لاي اي قرار تقولوا لنا الا تسدوا علينا، فتحوا لنا راحنا 50% راه حنا مستعدين نديروها، ماشي مشكل، المهم نخدموا، المهم الناس تخدم، راه هذيك الحلول الرقعيه راه ما خداماش، حنا الناس باغا تخدم، خليها تخدم، وديروا لينا حل، الله يرحم الوالدين. تقهرنا ما بقينا عارفين اش غنقولوا، اعوذ بالله ما قلت انا دابا، كون استنى شي جمعيه ولا شي محسنين، بغيت الله يعفو عليا من هذه الحرفه نهائيا، بغيت شي حجه، ونبيع هذاك الماتيريال، نهدي في سبيل الله، بغيت نتوب الله، هذا واقيلا هو باب العفو. إذا كان شي محسن يجي يعتقونا، يدبروا لنا على شي خديمة، على قد الحال، عندنا 8 البنات، دري، جوج عيالات، الوالد والوالدة، راه 14 نفس اللي كياكلوا من عندي، بإذن الله، الله اللي كيوكلهم. أنا دابا غدا غادي الصباح غادي نبدا نطلب، أش غادي ندير؟ غادي نبدا نطلب، بغينا شي محسنين الله يجازيهم بخير، يفكونا حنا كاع من هذه الموسيقى نهائيا، بغينا تجي شي توبة إن شاء الله على شي واحد. نحيد مباشرة من غدا، ابتداء من غدا إن شاء الله، شي حجة شي عمرة
وندخل اتجاه اخر. الله يعفو علينا من هادشي، ما بقاش خدام، راه تقهرنا، بارك علينا. والسلام عليكم. السيد الوزير ديال الثقافه عطينا بطاقه، بطاقه عند السيد الوزير، ها هي السيد الوزير الثقافه والاتصال. علاش عطينا هذه؟ عندنا النقابه الحره الموسيقيه المغاربه اوراق بوراق هنا، ما كنستافدوا منهم حتى حاجه، كون عشي دعم، كون عشي صالير نعيشوا به ذوك الوليدات، والله ما نبقى نخدم، بالله الا بقيت خدمت ولا جريت. وهذا هو اللي كنطلب، انت الوراق احنا بحال جميع الفنانه ديال المغرب معترفه بين الدوله، ولكن ما كنستافدوا ما والو، لا تغطيه صحيه لا والو والو، ما كاين حتى حاجه. انا من غدا غادي نصبحوا نطلبوا. كنبغيو نشهدوا جلاله الملك على هذا القرار اللي دارته الحكومه في حقنا كموسيقيين وكصحاب الدقه وصحاب النقافات وصحاب القاعات وصحاب الدقيقيه وصحاب يد هائله كتشتغل في هذا الميدان هذا. وكنشهدوا جلاله الملك على هذا القرار اللي دارته الحكومه الظالم والمرتجل اللي خاتو في حقنا، جابتنا حتى لوقت الخدمه، هاد الطروامو هي اللي كنخدموها في العام جابنا حتى ليها ووقفت بين السفينه كما كيقولوا. كنجلو جلاله الملك باش ياخذ لنا الحق ديالنا، وباش على الاقل تكون واحد التفاته لهذا القطاع هذا اللي كيتسمى واش محقور، واش عنده شي حاجه ما مفهوماش، كل شيء كيقولها. خدمنا مده شهر، مده عام ونص، حنا واقفين على الخدمه، هزينا كريديات، ما خلينا اشنو درنا، التفتوا فينا واحد التفاته اللي هي ضئيله بزاف، مده 20 يوم خدمناها بالحساب، شدينا فيها لافونسات ديال الناس عرابا. في الاخر حتى كنتفاجئوا بهذا القرار هذا الصادم بزاف في حقنا اللي ما تقبلناش بصفه نهائيه. اذا كانت يا السي العثماني انت معيد، حنا ما معيدينش نهائيا، ما شفناش العيد كاع نهائيا، لدرجه غادي نمشيو للحبس. واش الناس عطيك لافونس لما ما يزيد عن 30 ولا 40 ديال الناس اللي كتتصل بيك على لافونسات ديالها، اش غادي ترد ليهم؟ وانت دوك لافونسات قديتي بهم الحوائج ديالك، قادين بهم ديكوراسيون، قادين بهم بزاف ديال الحويجات، ماشي كنديروهم في جيوبنا، باش غادي نرجعوا لهم هاد لافونسات ديالهم؟ ابار الكريديات، البنك راه كتسنى الكريدي، باش غادي نخلصوا لهم حنا هاد الكريدي؟ باش مطريك كيسوى بزاف ديال الفلوس، المعدات الصوت والاناره وبزاف ديال الحوايج. وكنتحدى الحكومه بانه تلقى في مدينه سطات شي قاعه ما مطبقاش الشروط الاحترازيه، جميع القاعات وجميع القفراح في مدينه سطات مطبقه الشروط الاحترازيه، اي قاعه كتدخل ليها مطبقه الشروط الاحترازيه. يا قلتوا 11 جليل تسد القاعه، كتسد القاعه، فاش المشكل دابا؟ وعاش الملك وتحياتي. لاننا باش نوقفوا ننظموا واحد الوقفه احتجاجيه على القرار اللي صدرته الحكومه بمنع الحفلات والاعراس بصفه نهائيه وبوقت لاجل غير مسمى. فاحنا مضطرين بزاف بهذا القرار هذا اللي نزل علينا كالصاعقه بدون سابق انذار، ما راعوش لينا كاع نهائيا. حنا هذا القطاع هذا راه فيه عائلات، فيه اسر، يعني عندهم، عندنا التزامات، عندنا مسؤوليات مع لي كليون اللي خدينا من عندهم لي زافونس، ما عرفنا شنو غادي نديروا معاهم. عندنا كراوات، عندنا ماتيريال، شرينا حوايج، يعني بزاف ديال الامور اللي خديناها، ودابا ما عرفناش دابا شنو الحل. حنا بغينا الحكومه تعطينا حل كما دارت مع القطاعات اخرين، وانا حنا دير هاد القطعه هذا تودي لينا حل فيه، اما ديني 50% حنا ونشتغلوا بالاجراءات الاحترازيه ديالنا بمعقمات لي فافيت. المهم الحكومه خصها دير معنا حل. دابا هذا ديال لي زافونس، دابا كاين دي زافونس اللي شرينا بهم حنا ماتيريال، شرينا بهم لبسات، خلصنا بهم كرا، يعني هذا مشكل هذا، يعني لي كليون دابا حنا باقيين في حيره باش كيفاش غادي نواجههم. هاد الناس اللي عندهم لي زافونس في لافان ديال المواسات المواويت مازال ما عرفناش كاع شنو باش غادي نجاوبهم، ما عرفناش دابا شنو الحل. ولهذا من هذا المنبر هذا حنا كنوجهوا رساله ديالنا السيد العثماني والحكومه باش انهم يتخذوا معنا حل كما دار مع القطاع الاخرين. حتى القطاع هذا ديال الاعراس والحفلات حتى هو يشوف من جهته حتى هو يدير معنا حل فيه. وشكرا. ايه واش غادي نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشيء، وما صافي حنا اللسان ديالنا راه وقف، حنا وقفنا ما بقى عندنا ما غادي نديروا في هذا الشيء. ايوا جات كورونا بدات بينا حنا الاولين، ها هي غتسالي بينا حنا الاولين. حنا راه عندنا غير شهرين كنخدموا فيها السي العثماني، حنا راه شهرين اللي تنخدموا فيها اللي تندوزوا بها العام كامل، ملي غادي تتسد علينا حنا في هذا شهر 8 شنو غادي نديروا حنا؟ راه شهر 8 هو اللي معولين عليه حنا باش غادي نقرا ولادنا، باش غادي نعاونوا والدينا، باش غادي نعاونوا كل شيء.
ما عرفناش كيفاش غادي نديروا حنا دابا هادشي، نتوما تسدوا علينا ما عارفين حنا شكون، ما كتعرفوا واش هذه حكومه اللي ما كتعرف تا موسيقيين شكون هما، ما كتعرف لا هذا شكون. الو السلام على 11 الليل، الو السلام عليكم، قرار خرج في 11 الليل، حنا واش كاين شي حكومه كتخرج في 11 الليل بقرار؟ واش تسمى اداره ولا ما فهمتش انا؟ واش هذه اداره ولا شناهي؟ راكم زعما اساتذه وقارين وواعين، حسوا بينا راه حشومه اصاحبي، راه حشومه هادشي اللي كديروا فيه العباد الله اصاحبي. راه حنا ما عندناش، راه حنا ما عندناش، خصكم تعرفوا حنا راه ما عندناش، راه انتوما كتقتلوا فينا بحكوك، حنا راه ولادكم اصاحب الجلاله محمد السادس. حنا كنترجوا منك وقف معنا، راك مالك ديالنا وحنا الشعب ديالك، حنا ولادك، حنا بناتك، حنا بزاف الحوايج، قف معنا الله يرحم الوالدين، راه حنا والو. لا اله الا الله، الى هادي ما عرفنا واش غادي لساننا تقال، ما بقينا عارفين واش غادي ندير، واش غادي دير دابا؟ دوك العرب اللي عاطينا الناس راه حنا شرينا بهم ماتريال، عطينا عربنا الناس، عربنا الناس اللي غيخدموا معنا، ما عندناش الحل. انتوما اللي رئيس الحكومه واعي وكتعرف اكثر من على قال لنا الحل. يلا منين غادي نجيبوا حنا هاد الشيء؟ منين غادي نعطيو الناس فلوسهم؟ العرب اللي شدينا شرينا بهم الحواليف، منين غادي نجي؟ يلا ورينا حنا منين غادي. عامين وحنا جالسين دابا، واش في نظرك حنا نمشيو نخونوا؟ واش غادي نديروا؟ نمشيو نكريسيو شدونا في الحبس؟ عاوش نبداو نتسناو حنا العفو الملكي؟ راه ما يمكنش اصاحبي، هادشي راه بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غنقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. بعدا هاد الاغلاق اللي دارت الحكومه شويه صعيب بزاف بالنسبه لهاد القطاع ديال العرس، صعيب بزاف. وحنا الناس ديال استقبال ديال الحليب والتمار وداكشي حنا ضرينا بزاف، والناس شادين من عندهم العرابن وما عرفناش اش غنديروا معاهم. حنا دابا ما عرفناش اش غنديروا معاهم. دابا الناس اليوم في الصباح قالوا لنا، عيطوا لنا في التليفون قالوا حتى دابا ما غاديش دير لنا استقبال، رد لنا العرابن ديالنا، ما عرفناش اش غنديروا معاهم. كنطلبوا من سيدنا يتدخل، الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.